هنأخذ الآن هنأخذ موضوع جديد اللي هو عبارة عن thinning operation. thinning operation. هذه العملية عملية إيش؟ تضعيف أو تقليل السمك عشان أقلل إيش؟ السمك عادة تستخدم to reduce the thick of the edge. used to reduce the thickness of the edge. أو مثلا ضعف object معين بتقلل ال width بتاعه العرض thickness بتاعه أو edge مثلا بتخليها thickness تخليه 1 بكسل زي هيك. الآن هذه لو بدي أقول أنا thinning image A thinning image A by structure element B by structure can be found أو can be calculated as can be calculated as can be calculated as A thinning عملية الثينينج بنمزلها بالعمز ضرب هذه A thinning B structure element B. إذا العملية الثينينج اوبريشن هذه denoted by ضرب ودورية هذه العملية thinning ايش operation denoted by هذه العملية. إذا A thinning B هي عبارة عن A image A ناقص image A hit or miss had hit or miss structure element B تمام وهذا تساوي image A intersection image A hit or miss B complement. إذا أنا عبرت عن thinning operation اللي هي thinning operation اللي donated by هذا العم هذا 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 السيمبل هذا thinning operation بهذا السيمبل in term of ايش hit and hit or miss operation. يبقى هذه in terms of hit or miss operation اللي هو ايش هذا عملية ايش hit or miss operation بدي استخدم ايش الصيغة بدي استخدم الصيغة اللي فوق عشان اوجدها. طيب علشان انا اقدر انه انا اعمل عملية thinning symmetrical يعني من جميع الجهات اعمل عملية تضعيف للايمج من جميع الجهات وما اكون مثلا ما ضعفش او اقلل عدد البكسلز من طرف واخلي طرف اخر بدي اعمل عملية بعمل عملية thinning على اكثر من مرحلة. اذا to thinning an object or the thinning an object or the image A symmetrically a set of structure element is used. هبتكون إذا عند structure element B set نستخدم شو واحد نستخدم set في B واحد وبي 2 وبي 3 وهكذا لحد ايش بي ان بستخدم لحد ايش بي ان من حيث ان بي حيث ان بي اي از ذا روتيشن اوف ذا روتيشن اوف ستراكشر اليمنت بي اي ناقص 1 روتيشن 1 ستيب روتيز ذا روتيشن ويش روتيشن وان ستيب هشوف كيف وان ستيب بهذا الاتجاه مع كلوك وايز في اتجاه عقارب يس في اتجاه عقارب يس الساعة. اذا بقدر اقول اعرف هنا كلوك وايز بقدر اقرب اعرف بشكل عام بقدر اعرف عملية الثينينج A thinning structure element B هي عبارة عن A thinning structure element B واحد والناتج بعمل له structure element مع B2 الناتج هذا والناتج من هذه بعمل له structure بعمل له thinning مع B3 والناتج من هذه
بعمله thinning مع بي 4 والناتج مع هاد وهكذا لحد اصل ايش بعمل مع مين thinning مع مين بي ان. هذه هي عمليتي ايش اللي هي thinning operation. تمام، عشان انا اعطيكم مثال على هذا الاشي. لاحظ انا لو كان انا عندي مثلا هاي انا عندي الستركشر اليمنت، هذا الستركشر اليمنت اللي هي عباره عن هذا الشكل اللي هي انا صفر 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 هنا اكس انا دونت كير ايش ما تكون واحد دونت كير واحد 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 ستركشر اليمنت بي بدي اجيب ايش بي واحد بدي اجيب ايش بي واحد بضلنا الف وان ستيب مع عقارب الساعه وان ستيب مع عقارب الساعه هذا الاتجاه ايش واحد. فالان ايش بده يصير هنا الاكس تطلع ايش بخلي الواحد زي ما هو في النص زي ما هو والاكس تطلع ايش لفوق والنص هذا تطلع هذه ايش اكس فوق وبتصير هنا واحد وهنا واحد والصفار الثالث الصفار بيجي هنا الصفر هنا صفر صفر وبينزل صفر هنا. تمام، وبتيجي بعديها ايش بتيجي هنا الاكس واللي قبل كله بنزاح اكس 1 1 اكس 1 1 1 اكس اكس وبعدها تقلي ايش ثلاث حالات اكس 1 2 3 بعدين اكس. هذه اول وحده. بعدين انا بدي اعمل كمان ستيب 1 ستيب بلفها خطوه كل مره بلفها ايش خطوه بخلي في النص واحد. الان هذه شو بده يصير هذه بروح بلفها كمان هذه ايش خطوه واحده بتصير هنا الاكس بتيجي هنا الاكس والصفار هذه بزيحها بصير صفر 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 اكس واحد واحد واحد. تمام، هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هذه هي مثلا هذه اسمها بي واحد هذه اسمها بي اثنين هذه اسمها بي ثلاثة هذه واحد هذا واحد نفس الاشي. هنا بتصير انا عندي اكس هان بعدين هان الاكس اجت بعدين الصفار صفر 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 اكس واحد 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 هذا بي ثلاثة باجي هان بي اربعة وبي خمسة وبي ستة وبي سبعة لحد ايش بي ثمانية لحد ما اصل لبي ثمانية بي تسعة بلاحظ بترجع ايش هذا بي ثمانية بي 8 وهذه ايش بي 7 وهذه ايش بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي 9 حتكون ايش هذا الشكل اللي هو نفس الشكل اللي بطلع عندي. تمام، لو انا بدي هنا مثلا بي 4 نفس الشيء بحط هنا واحد هذه واحد واحد هنا الاكس هذا بنزل تحت هان هاي الاكس وبعدين بعمل هذا روتيشن صفر صفر بعدها صفر بعدها اكس بعديها بعديه الاكس واحد 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 هذه كمان اللي بعديها هذه واحد الاكس بتيجي هان الاكس بتيجي هان بعدين الصفر صفر صفر اكس واحد 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 بعدين هنا بتيجي هذا نفس الاشي هذه واحد الاكس بتيجي هان هاي الاكس صفر 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 اكس واحد 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 بعدين نفس الاشتجاه هاي الاكس هان هذا الواحد الان في السنتر زي ما هو الاكس بتيجي هان بعدين صفر 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 اكس واحد 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 الواحد زي ما هو هان الاكس بتيجي هان صفر 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 واحد واحد واحد. لو جيت على بي تسعة هتلاحظ بي تسعة هي نفسها الاولانية اللي هي عندي واحد هان هاي الاكس هان هاي الاكس هاي بنيها بعدين واحد اثنين ثلاثة صفار بعدين بيجعل عندي اكس واحد 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 هي هذه نفس البي تسعة نفس هذه. تمام، فأنا بستخدم شاب أظن نواش لعند عندوين بس لعند ايش لعند بي ثمانية. تمام، هذه الروتيشن هذه بي واحد وبي اثنين وبي ثلاثة عشان أقدر أعمل ايش عملية سيمتريكالي ريديوز ذا ثيكنس اوف ذا ان اوبجكت. لو اعطيتك اكزامبل مثلا لو اعطيتك مثال بدي اعطيك ايش مثال اكزامبل مثال ونقدر ايش نحله. هذا المثال قلت لك هي ايمج مثلا 5 في 5 5 في 5 ايمج 1 2 3 4 5 1 2
3 4 5 في 5 قلت لك 1 2 3 4 5 5 صفار فوق و 0 0 0 0 4 صفار و 1 هان وعندك كان كله وحدات عندك ال 0 1 1 1 1 وعندك 1 1 1 1 1 تمام تالت كل وحدات هنا كله ايش الصفار مع هذا واحد كل صفار وعندك ستراكشر اليمنت هذا الستراكشر اليمنت 3 في 3 لو باخذ هذا الشكل عندك واحد 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 وهذا اكس وهذا اكس وهذا صفر وهذا صفر وهذا صفر بدك تعمل انت ايش بدك تعمل بدك تعمل اول حاجه بدك تعمل ثيننج ايه ثيننج مع مين مع بي واحد والناتج بدك تعمله ثيننج مع بي اثنين والناتج بدك تعمله ثيننج مع ايش بي ثلاثة خلي بالك انا ممكن اعمل ثيننج مع بي واحد اكثر من مره لما نخلص بعد هيك اعمل ثيننج مع بي اثنين خلينا نشوف خلينا نشوف هذا المثال نشوف هذا المثال لاحظ انه هاي بدي اروح اعمل انيمج بدي اعمل 5 في 5 1 2 3 1 2 3 4 5 هاي 1 2 3 4 5 هيك تمام خلاص هذا الستركشر اليمنت بي هذا الايمج اي هذا الايمج ايش هذا الايمج اي الان ايش بدي اعمل بدي اعمل اول حاجه بدي اعمل عمليه هذه قلت لك كل واحد من هدول هذه وحده لازم اعمل فيها العمليه الاتي بدي اقول اي ناقص هي عباره عن اي ناقص اي ترانس اي هيت اور مس ستركشر اليمنت بي واحد هذه العمليه بدي اعملها كل واحد من هدول بعد ما اخلص هذه النتيجه تاعت هذه بدي اعملها ايش ثيننج مع مين بدي اعملها ثيننج مع بي 2 بعدين النتيجه من هذول بعملها من ثيننج مع بي 3 تمام فالان انا بدي اعمل اول حاجه بدي اعمل ايش اللي هي الاي هيت ترانسفورم هيت اور مس هيت اور مس ايش بي 1 اول واحد اللي هي بدي اعمل وبعدين بطرح ايش الاي من النتيجه هذه فهنا هاي البطرن وين هذا البطرن بدي انا ايش بدي اللي هو ايش بدي البي واحد اللي هو انا اللي بدي استخدمه اللي هو بدي استخدم ايش البي واحد بدي استخدم البي واحد اللي بدي استخدم اللي هي الستركشر اليمنت اللي هي بي واحد هذه بي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هذا حسميها بي واحد هذا أول واحد حسميها بي واحد استكشف إلمنت إيش بي واحد هذه إيش بي واحد وهذه إيش بي اثنين بي ثلاثة بي أربعة بي خمسة بي ستة بي سبعة بي ثمانية بي تسعة هذه الاستكشف إلمنت تاعتها فأنا بدي استخدم استكشف إلمنت إيش استكشف إلمنت بي واحد بستخدم ستراكشر اليمنت بي واحد واشوف هذه وين تعمل عمليه هيت اور مس مع الايمج هذا وين هذه موجوده هلاحظ هذه موجوده بس هلاحظ موجود هذه والشكل هنا واحد هنا وثلاث وحدات هنا موجود هنا موجود شوف في انا عندي هنا حط سيمتريك هنا اطلع صفر واحد 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 هيطلع تحتيها ثلاث وحدات هي ثلاث وحدات تحتيها تمام فوقيها فيش ثلاث اصفار فانا بدي اخذ ايش الواحد اللي فوق هذا اللي واحد ايش اللي فوق في انا عندي الواحد اللي فوق تحتيه ثلاث وحدات هذا اهم شيء فوقيه ثلاث اصفار مش مشكلة على جناب اذا الواحد اللي فوق اذا انا عندي هنا في ايش في انا عندي هان بكون في واحد رقم هان هان حلاحظ برضو في كمان في هنا هذا الجهانة حلاحظ هاي الواحد هاللي هان في فوقيه ثلاث اصفار وتحتيه ثلاث وحدات اذا هنا برضو هنا وهان اذا هنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة برضو هنا برضو في هيت اور مس والباقي مش حيعمل ولا واحد على الطابق كله بحطه ايش بحطه اصفار الان بعد عملت هيت اند مس بروح بقول ايه الايمج ايه ناقص ايش هادي هاي الايمج ايه هادي بطرحها من هادي لو هاي طرحتها من هادي الواحد ناقص واحد ايش حيصير محل واحد هنا حيصير صفر والواحد هادي
الواحد هادي ناقص الواحد هادي، والواحد هادي ناقص الواحد هادي ايش حيصير محله؟ صفر. طب والباقي كله هذا بدي اطرحه من الصفار، حتضل الايموجيات زي ما هي، الباقي كله حيضل ايش؟ زي ما هو. هنا صفر 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 صفر، هنا واحد، هنا واحد، هذا صار صفر، هنا واحد، هنا واحد، واحد 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 صفر، واحد 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 واحد. هذه أول ايش؟ هت هادي عبارة اي ناقص هاد اللي بتساوي هادي عبارة عن اي اي ثينينج بي واحد. باجي بعمل اي ثينينج للبي اثنين، قبل البي اثنين بفحص هل في إمكانية للبي واحد كمان مرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي خمسة. تمام، باجي بفحص هل في إمكانية هادي مع بي واحد كمان مرة؟ في إمكانية، شوف وين بدها تيجي كمان مع بي واحد. لو طلعت هنا حلاحظ إنه لو طلعت هنا حلاحظ إنه المنطقة هاد وهاد برضو بتعمل إيش؟ بتعمل عملية في هيت أور مس. ليش؟ أنا حطيت صفر هان سيمتريك، وحطيت واحد وحطيت واحد، حتلاحظ الواحد اللي هان في فوقيه ثلاث صفار وتحتيه ثلاث وحدات، إذا رقم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هنا، وفي عندي حيكون ايش؟ واحد. اللي جنبه برضه نفس الشيء، في تحتيه ثلاث وحدات فوقيه ثلاث صفار هنا واحد، تمام؟ بس هدول والباقي ايش؟ كله صفار. والباقي ايش؟ كله صفار، مش حيأثر عليها، كله صفار مش حيأثر. هذا بتصير ايش عندي هنا؟ هذه ثلاث رقم اربع صفر، واحد 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 واحد. بس هنا بغير ايش هذول التنتين بتصير ايش؟ لان لما اجي اطرح بطرح واحد ناقص واحد بتصير ايش؟ صفر، واحد ناقص واحد صفر، وكل الارقام الباقي بتضلها ايش؟ زي ما هي، الايمج ايش؟ زي ما هي. فاذا هذا ايه؟ برضو هذا برضو ايه؟ هذا فولوينج لهذا ايه ناقص ايه هيت ترانسفورم بي واحد. تمام، هي هذا عم نسميها ايه ثينينج بي واحد. باجي كمان مره بفحص هذا الايمج، هل فيها ممكن هذه فيها فيت هيت اور مسمح؟ هذه بلاحظ فيها كمان مره، بلاحظ وين هنا؟ بلاحظ عند هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بلاحظ عند الواحد هان. لاحظ الواحد هان في هنا يكون سيمتريك واحد، سيمتريك واحد، هنا ايش؟ واحد واحد، هنا سيمتريك واحد. لاحظ انه هنا الواحد فيش، هنا واحد ما فيش إمكانية، لأنه هنا حيكون عندك سيمتريك واحد، واحد فيش إمكانية هان. في لحظة نشوف في الشهادة. طيب ممكن يكون هان، ممكن يكون هادي، ممكن تكون هادي الواحد هان، هنا سيمتريك زيرو، هذا الواحد صحيح، هنا بتيجي هادي، بتيجي في رقم أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تيجي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا ممكن تيجي، هنا بتصير واحد. ليش؟ أنا فوقيها ثلاث صفار وتحتيها ثلاث وحدات. هنا بتيجي، هنا تحتيها ثلاث وحدات، إذا هذا بتيجي، ولما أجي أطرح واحد من واحد بصير بحول هذا ايش؟ صفر، والباقي الإيمج طعاوت الإيمج بضل ايش؟ زي ما هن. هنا واحد 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 واحد، تمام، وهذا بتصير صفر، وهذه صفر واحد 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 صفر، وبعدين ثلاث صفار، واحد ثلاث صفار، وواحدين، بعدين كله صفار. هيك تمام. هذه اخر خطوه في ايش؟ هذا ستيب واحد، يعني ستيب واحد واثنين، وهذا ستيب ثلاثه في الاستراكشر اليمنت اي ثينينج بي واحد. بعد هيك ما بصيرش فيت مع بي واحد، بروح بستخدم هذا مع مين؟ بطبق عليها ايش؟ مع بي اثنين. بطبق عليها ايش؟ بعمل استراكشر اليمنت مع هذا الايمج، هذا الايمج لو سميتها سي، بروح بقول سي بعمل ايش؟ سي اللي هي سي ناقص سي هيت اور مس بي 2، سي هيت اور مس ايش؟ بي 2
بروح مثلا طلع لي زد، وبعد هيك الزد مع بعملها مع مين؟ مع بي 3، نفس ايش الخطوات اللي عملتها السابقه حتى احصل، حتى اعمل مع اخر فيرجن في الاستراكشر اليمنت، حتى اعمل اخر فيرجن في ايش؟ في الاستراكشر اليمنت. اللي انا بدي احكيها انا بي 7 وبي 8 نفس الاشي، فعشان هيك انا بدي سوري بي 7 وبي 8 نفس الشيء، بدي اشطب ايش؟ بدي اشطب بي 8، فبطلع عندي هي ما عندي بي 1 وبي 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، فيش عندي ايش؟ بي 9، فيش انا عندي بي 9، لانه بي 9 حتكون ايش؟ نفسها هي ايش؟ بي 1، فانا عندي من بي 1 لبي 8 ستراكشر اليمنت لبي 8، بي 9 حتكون هي ايش؟ هي عباره عن ايش؟ بي 1، تمام؟ تمام. الان انا بدي اتكلم عن موضوع ثاني اللي هو الثيكنينج، التسميك. بدي اسمك ايش؟ اللاين، الخط او الصوره او اي شيء. از دينوتد باي، العمليه هذه از دينوتد باي اي نقطه في دائره بي وتساوي اي انت اي يونيون اي هيت اند هيت اور مس ترانزاكشن بي، اللي هي ممكن نعملها عامل ايش؟ اللي هي بتقول ايه ثيننج اي ثيكنينج بي، ما بشتغل مع ست بي، هنفعل ايش؟ بتعبر عن ايش؟ ست بي 1 وبي 2 وبي 3 لحد ايش؟ بي ان، اللي هي بتساوي اي ثيكنينج مع بي 1 الناتج، بعمل له ثيكنينج مع بي 2 الناتج، بعمل له ثيكنينج مع بي 3 الناتج، بضل اعمل له ايش؟ ثيكنينج لاخر الجزيرة، ثيكنينج مع بي ان اخر شيء مع بي ان، نفس الطريقه اللي فات. انا ممكن اختصرها اقول كالتالي، انفذها بطريقه اخرى كالتالي، انا ممكن انفذها بطريقه كالتالي. ايش بعمل؟ مثلا هي الايمج الاصلي، هذه الايمج اي، بروح اعمل عمليه كومبلمنت لها، كومبلمنت للاي هي اي كومبلمنت، بحول الصفر واحد على صفر، بروح اعمل عمليه ثيننج زي ما انا شرحت في المحاضره الاولى. هذا ثيننج بايش؟ ثيننج ثيننج لمين؟ للسي. ثيننج ايش؟ للاي كومبلمنت، افرضها ايش؟ بتساوي سي. بروح بعمل هنا عمليه كومبلمنت للسي، بعمل عمليه ايش؟ كومبلمنت للسي، سي كومبلمنت. وبعد هيك بتلاحظ انا في نويز تطلع، هذه بعمل اي عمليه، اي عمليه اخرى عشان اخلص من هذول النويز هذه او الريموت بيكسلز، وبطلع لي هذا الفاينل شيب، هذا الفاينل شيب لتعالج الثيكنينج للايمج، تسميك او للايمج هذه. تمام، بارك الله فيك.